أحسن الله إليكم. يقول السائل: قد علمنا أن الأئمة الأربعة عقيدتهم سليمة صافية، فهل يصح أن يقال بأنهم من الفرقة الناجية إن شاء الله؟ وما نصيحتكم في من يورد مصطلح الفرقة الناجية بحجة أنه لم يثبت شرعا، ولأن كل الفرق تنسب نفسها لهذا المصطلح، ولأن الانتساب إليه يؤدي إلى الفرقة، مما جعله يذم هذا المصطلح ويصف المنتسبين إليه بالتشدد والتطرف ويسميهم بحزب الفرقة الناجية؟ لا يقول هذا إلا من كان من الفرق الضالة، وإلا لو كان من الفرقة الناجية ما ضره هذا، لكن لما كان من أهل الضلال ويعلم من نفسه أنه من أهل الضلال ويخالف ما كان عليه السلف الصالح وأجمع عليه الصدر الأول واجتمع عليه صحابة رسول الله ولا اجتماع بعدهم إلا عليه، أعني شرعا، يريد أن يتملص من هذا. وإنا نقول إن الأمة تفترق وكل الفرق في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الناجية لأنها نجت من النار، فالقول بأنها لم ترد شرعا حذلقة، فهذه الفرقة التي نجت من النار هي الناجية، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا بعين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن لزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على ما كان عليه الصحابة فهو من الفرقة الناجية، ومن خالف كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة أو ما كان عليه سلف الأمة فقد غوى وهوى وكان من الفرق المتوعدة بدخول النار. فهذه الفرقة الناجية هي أصل الإسلام، ما كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذا يتفق مع كل النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، غير مقبول، وليس معدودا من الإسلام، أعني القول أو الفعل الذي يحدث، ولم أقصد الفاعل. وجاء في بعض الروايات: الذين يصلحون إذا فسد الناس، فدل هذا على أنه هناك فساد ويبقى هؤلاء صالحين، والصالح هو المتمسك بالأصل المجانب للفساد. وفي رواية: وإن لم تثبت نصا، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، فهؤلاء هم الفرقة الناجية وهم الجماعة، هم الجماعة، لفظهم وصفهم لقبهم الجماعة، وغيرهم هم المفرقون. وقولهم إن وصف طائفة بأنها الفرقة الناجية أو الجماعة مفرق، نقول: ما مقصودكم بمفرق؟ إن كان مقصودكم أنه يفرق بين أهل الحق والباطل فنعم، فإنه مميز بين أهل الحق والباطل، ولا ينبغي لصف أهل الحق أن يدخل فيه صف أهل الباطل. وإن كان مقصودكم أنه يفرق الأمة التي يجب اجتماعها، قلنا: لا يفرق الأمة إلا الفرق، أما الذي يتمسك بما كان عليه الصحابة
فهذا الذي يدعو إلى الاجتماع. ألم يكن الناس جماعة واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن ظهرت الأهواء فتفرقت الأمة بسبب الجماعة والفرقة الناجية ولا بسبب الأهواء؟ بسبب الأهواء. كانت الأمة مجتمعة على الفرقة الناجية على النجاة. فنحن اليوم ندعو الأمة لأن تدع الفرق وترجع إلى الجماعة التي دل الحديث بوصفها أنها الفرقة الناجية. نعم.